السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي أنساتي سادتي مخداتي ووسادتي. استوى شوي تعديل في الميزانية. طبعا شو تعديل الميزانية؟ كيف المدخول تعدل؟ بالطريقة هاي دشيت البجت اللي هي الميزانية، شغلات اللي ما احتاجها مثلا ما الله أكرمت الزبالة، مثلا أبا في الليل يشتغل أكثر وكل شيء كيف أبا يشتغل، عدلت ميزانيتي عليه. تسوون بوز حق هذا وتشوفون أنا كيف عدلت الميزانية في الصفحة هاي إذا تنفعكم. لكن الحين وقتها مدينة حمزة الترفيهية، نعم قلنا مدينة حمزة الترفيهية مدينة جديدة. أدري وايدين طالبين مدن يا جماعة الخير، أنا عارف، بس كان العاصمة استهلكت منه وقت خرافي. والحين بنبدأ شوي بنحط كم مدينة ثانية، وهل كم مدينة بتكون الطريقة هاي كذا مدينة الحين بنسوي. يعني لحظة خلنا نسوي جسر عدل مثل عالم الناس. لحظة الجسر هذا وايد مرتفع يا جماعة، ولا هي وايد مرتفع، خلنا ننزل شوي. بنسوي الحين مدينة حمزة الترفيهية، بنخليه على 19 زائد 7 ما يكفي، خليه 22. اوكي بس 22 ممتاز، هني 22 اوكي وايد زين. وبننزل الشارع لين هني. هاي طوارف المدينة ولا اطراف المدينة؟ مش طوارف، اطراف المدينة. خلينا نكون عدل شوي، اطراف المدينة نسويها بالطريقة هاي على اساس انه يكون عندنا مدخل ولا ممشى جانبي للمدينة، مش بس هي المماشي اللي هناك. قلنا 22 على هذا، ايوه 22 22 ما يكفي هني، يمكن يكفي هني، ايوه 22 يكفي هني. بس شوف كيف يقدر يخطف القطار تحته، هي ممتاز وايد اوكي. نفس الحركه اللي قبلها، نشوف وين يمشي مع ذاك الشارع، تقريبا نفس الشيء، ويمشي مع هذا الشارع تقريبا لين يوصل تقريبا نفس الشيء. ما اقدر 100% اقدر، بس ما بضيع الوقت كله عليه الصراحة. يعني انزين الليترنات هاي لازم تنلغى او نصنع مكانها دواوير نفس هذا الدوار. الحين المدينة هاي ترفيهية فما بيكون فيها وايد بيوت، على الاغلب بيكون فيها كمية حلوة من بيوت، مش انه ما فيها، فيها كمية طيبة من البيوت. وهني دوار وهني دوار، هاي المراكز المدينة. انزين اساس الناس تروح وترجع على شو؟ على راحتها. انزين ترى الشوارع ابجريد 1 2 3 4 وين صار 1 2 3 4 ونبابو 6 شوارع، لا مش 6 شوارع، خلينا بعدنا فيها، هي 6 شوارع اول شيء بنسوي لها ابجريد. وحشيش مدينة ترفيهية لازم شوارعها الاساسية كبيرة، لازم هني الحديقة الاساسية بتكون. عندنا هني نفس الشيء، خلينا نسوي ابجريد حق هاي، الاوريدي مسوي ابجريد حق الباقي، ما له داعي نسوي له ابجريد. ايوه 200 200 ونوصل هذا في هذا تقريبا شبه دائري، وهذا شبه صحيح، ما مش 100% متزنين بصراحة، بس زين وايد زين. هذا الخروج هذا الدخول، عندنا نفس الحالة هني خروج ودخول في نفس المكان، ابجريد حق الخروج ونفس الحالة. هنا بني 6 شوارع، بني بله هذا نوصل فيه هني، وهذا نوصل فيه هنا. شوفوا هاي الأساسات ولا الشوارع الأساسية حق المدينة. الحين نبا شغلات توصل المدن هاي، لحظة نبا شارع أساسي ثاني من هذا الطريق هني، تخاطع
هاي شوارع أساسية، هاي يعني بتكون عندنا لحظة أشوف بيسوي فرق. لا ما بيسوي فرق فعلي. إنزين نجيب هاي لين تقريبا نفس المكان. هاي لنا بين مدن، فأنا راح مدن هنا ما عندنا دوار ثاني فما بسوي شيء. إنزين بس هني نقدر نسوي طريقة هاي. شو أنا ياس أحاول أماشي شكل الجزيرة ترى على فكرة، أنا ياس أحاول أماشي شكل المخطط في الجزيرة، فطلعت بهذا الشكل تقريبا. شكل جيد أحسه. هذا هني، هذا هني. لا والله حلوة صدقون جزيرة، خلنا نمدح فيها شوي، خلنا نمدح. لا والله ديزاينها بيكون وايد حلو. إنزين المدينة الترفيهية عبارة عن شو؟ المدينة الترفيهية راح تكون عبارة عن بيوت. أول شيء بالأساس بيوت، خلنا نوصل مي. أحد كان في خط ماي هني صح؟ ما في؟ إنزين بني بنا خط ماي، محطة الماي والكهرباء دايركت. بوصل هذا البيب هني حق لا سمح الله انقطاع ولا شيء نصوب. مرات واحد يكنسل يبني يسوي فيكون شوي معانا. دخلنا ايوه بالطريقه هاي، مع ان اتصور اريح لي اذا سويتها بالطريقه هاي. لا لا بعد خلنا نمشي الشوارع الاساسيه. التكنيك قديم ان نمسك شارع اساسي نلحقه، بس متى ينفع؟ اذا عندنا صدق مربعات الشارع يكون ممتاز، بس ما عندنا مربعات فعليا. نحن انا قاعد الحين احس اني شوي، بس مش مهم بعد وايد بالنسبه لي، ما احس بذات اهميه انه وايد يكون مرتب بيب تحت الماي. زين الحين نبى كهرباء. كهرباء راح نمدها من هذا الخط، لا نبى من عند الجسر نمد كهرباء اللي هو بالطريقة هاي. انا هني لين هني وننزل شوي. اوكي الحين شكله منطقي، اباي ماشي الشارع لين اخر شيء، يقطع الشارع من الوسط يوصل لهاي الكهرباء. هاي مدة الكهرباء لهاي المدينة. زين ما بتوصل فيها كهرباء ما عليكم. مثل ما تعودنا نسوي شوارع صغيرة صغيرة، قلنا شوارع صغيرة خلنا نسويها. اكمل عليه ولا ما اكمل؟ اوكي بكمل عليه بالطريقة هاي. نسوي هاي لحظة خلنا نشوف هذا الديزاين، هي انجح هذا الديزاين انجح بيكون احلى. اجرب شغلات، اجرب نجرب مش غلط. خلنا نبدل هذا. اني بهذه هني ونحطي لنا الشارع هني وشارع هني وشارع هني. هاي البيوت محلات بتكون هني بشكل اساسي، مش محلات وايد يعني ما بحط كم خرافي من محلات. عندنا محلات ثانية، هاي بيكون لها ليش؟ اوكي ماشي هذا خلاص، خلي بخلي محلاته هناك، هني بخلي الشركات. لحظة خلينا نسوي شارع عدل اول شيء. انزين هاي المنطقة الاولى، المنطقة الترفيهية بتكون هي طبعا اللي هي هذه. اول شيء حديقة حيوانات، اول شيء حديقة حيوانات. لما عن حديقة حيوانات بسوي زون هني انزين هني زون وحوله ولا وهني زون ثاني حديقة ثانية، وهني شركات ومحلات وفنادق. خلنا نمسح هذا من هني، والباقي اللي هو هني الطريقة هاي هي
هي المدينة نفسها. أوكي، هاي بتكون بالطريقة هاي. أوكي، هاي بتكون مدينة حمزة، حمزة سيتي، حمزة باركس، حمزة بارك بالأحرى، حمزة زو. في ناس شفتهم شباب الهاجري وحد ثاني يبون مدن، إن شاء الله بتوصل لكم، ما عليكم بتوصل لكم مدن، بنسوي مدن الحينة، بس محتاج في وسط المناطق منطقة ترفيهية خفيفة، يعني بيكون ممتاز منطقة ترفيهية يعني. انزين، اول شيء الزونز. الزونز يا اصدقائي، هذا اول شيء زون اللي حطيته اظني غلط. انزين، خلنا نمسح هذه المنطقة وهاي، خلنا نمسحها. اوكي مسحناهم صح. هذه الحدائق، سوري، حدائق ضخمة جميلة. زين، هاي زو، هاي بارك. زين، هل هو حمزة جاردن؟ بس هي حمزة جاردن وحمزة زو. زين، خلينا نحط لنا بيوت حسن الناس اللي تشتغل هني وتسوي. ما بحط عماير هني، ولا عمارة بتكون على الجزيرة، لا بتكون في عماير بس هناك على البحر، سوري، بيكون في لازم فندق وهذا، عرفتوا؟ للناس وين بتروح بتي؟ لحظة، أنا المنطقة كلها أبغى بيوت، ما بحط غير بيوت هني. زين، وأنا ما بحط غير بيوت هني، فشو بسوي؟ لا هالشارع خلاه بالنظيف. أوكي، هالشارع هني بنسويه، والعماير بتكون دكاكين لأنه ما عندنا وايد دكاكين. أوكي، والشركات بتكون هني، هاي حق اللي يبون للحدائق بزنس، وبيكون عندنا هني طبعا في بعد بيوت هني، عماير بيكون بيوت. خلنا نرتب الأمور، لحظة نسوي بالطريقة هاي، مخارج هني، وهاي بخليها يمكن نحتاج مساحة جماير. نبدأ أول شيء بحديقة الحيوانات، حديقة الحيوانات بنبدأ فيها أول شيء. إنزين، بنحط مثل ما يقولون اللي هو مين جيت، الباب الرئيسي بيكون هني. لحظة خلنا نعدل الزون شوي، ندف الفوق، خلي يتقاسمون هالثنين، ونخطي هذا الزون هني. لازم اوزع الزون عدل اساس البارك ولا البوابة ما بتركب لا هني ولا هناك. تشوف هني تركب، هني وين تركب؟ في اماكن تركب فيها، ممتاز. نحتاج اصلا بوابة واحدة هني بس. Congratulations، مبروك، فتحنا شوي شغلات. مزين، هذا مين جيت صغيرون. انا ليش خايف اكبر الزون هني؟ لحظة، هالزون هني ما بيكون في شيء، خلنا نكبره شوي، خلنا نكبر الزون هذا. اوكي، ليش خايف اكبره انا؟ اوريدي اكزيست مين جيت، عندنا بقى سايد جيت واحد، الحديقة وايد عودة، بتستفيد من كذا سايد جيت، من كذا بوابة جانبية، منهن هني بوابة جانبية بعد زينة، فيها وايد بوابات جانبية. هني ما نبى بوابات غير، بس نبى بوابة، واحد اثنين ثلاث اربع بوابات، اكثر من هذا وايد الصراحة انا اشوفه. طبعا نسوي هذا، شو ابى اسوي؟ ويت، ابى اسوي نظام الشوارع هني اللي هو ثم 8 units into، لا مش 8 وايد، 5 units into 5 units 5 units دوار. تعرفون شغلة الدوار انتو، نحن كيف نسوي؟ خلاص هذا الدوار، واول مكان يركب فيه هني
ثاني مكان يركب فيه وين؟ هني اخترب شكله والله، مش نفس الشارع. هذا بوابة هني. طبعا في منه شوارع فرعية بتروح ما عليكم، بس ان هاي نحن عندنا بوابات اساسية الحين صح. خلني بلها اول شيء كهرباء هني، وهنا دروبي كنزينة. اوكي بيتوصلون المفروض عن بعد عن طريق الشارع ولا كان الشبك، والله مش قادر اذكر. المهم في الشبك حديقة حيوانات هني، بخلي عنده كل المحلات برا، بنستغل المساحة، ما بلغيها نفس الحديقة اللي قبلها، لا بستغل المساحة الخارجية حق عدل، ما استغله لان لازم اخر شيء. وشو بنسوي؟ بنيب مترو وربع، نبى نحط مترو ينبه، نبى نسوي شيء ينبه. اخر مرة ما قدرت سبت شو الموضوع هذا، وكل الحديقة نعدل فيها اللي قبلها عادي يعني، مش قضية يعني. وهذه الحوطة نعطي مساحة طيبة، لان اصلا المساحة ضخمة يعني، مش مساحة صغيرة. والحديقة هاي ما بنحط فيها وايد لان بتلفل ويانا، نحن اوريدي الحديقة العادية سويناها، حديقة حيوانات ما سويناها، فلازم توصل عندنا وحدة ماكس ليفل عشان نفتح. شوفوا هنا اساس نفتح زيادة، فهني الحين بتكون هاي حديقة اساسية. حديقة اساسية عبارة عن شو؟ اول شيء الله يعزكم الحمامات، مش سوفينير شوب، حمامات. ابا احطي حمامات على المداخل زين. وين المدخل الثالث هذا بعد؟ الله يعزكم حمام. تمشي شوي تحصل كافيه، وشوي تمشون تحصلون كافيه في الحديقة. من كل بوابة هيا، في كل بوابة تمشون شوي تحصلون رستروم. ترى من بين هاي، لان ليش اخلي فراغات الحين بعد؟ على اساس من بينهم شو يستوي؟ نقدر نحط شوارع. الحين بنحط شوارع بينهم، بس خلنا نوصل كهرباء اول شيء. ها وصل لها الكهرباء، نايس. هذا وصل الكهرباء، ها وصل الكهرباء. انزين الحين حديقة فعليا يعني تعتبر شغالة، بيوت هنا قاعد تبني. نبى نحط في الحديقة الحين اول شيء هاي شو؟ ريندير. غزلان، واه ياخذ مساحة والله. بس لحظة شكله فنان، ها تعرفون ليش؟ يركب في الزاوية مرة فت يا حبيبي، شوف كيف اركب على دار حديقة مضبوط. 200 200 والله. زين وين مدخله هذا عشان نحطيه للشارع؟ ما يفرق وينه. هذا مال غزلان، بنسوي له اوكي كيوت. الشارع ماله اوريدي روما وصل من وايد اماكن. زين خلينا نحطيها واحدة ثانية، والله حلوة. خلنا نشوف الغزلان، وين الغزلان؟ لازم نهار يعني، خلي النهار بنشوفه. وبنحطي ايوها بيردز هاوس. والله شغلات حلوة تصدقون. انا ليش قبل ما سويت حديقة حيوانات؟ بيردز هاوس يستوي هني؟ حرام ما يستوي. بنحطيه هني في نص الدوار، احس انه شيء جميل بيكون. ايه شوفوا صقورة، حيم حيم كفو. انزين والله فنان، والله شكله فنان هني. صبر ابغى اجيب شيء من الحين. وين صار هني؟ هي هني مكان زين. ابغى اجيب قطار، بما ان عندنا مدخول طيب، خلنا نخرب المدخول الطيب هذا، بنحطه هني. ايوه والله مكان زين تصدقون، والله زين. لا زين مكان، بس ما عندنا واحد شكل احلى. هذا مال بيرلين الماني، وايد عود هذا. اول شيء صغيرون، وايد ازعاج يسوي بعد. خلنا نشوف الاصلي، الاصلي والله حليو ترى، بس وايد وايد ازعاج بعد يسوي اكثر من ذاك. ابغى شيء صغيرون شي دس هني. كل احوال الخطار راح يسوي لهم ازعاج، اذا يجيب الخطار من هني بيكون افضل، لانه ما بحط شيء. فخلنا نحطي مال مال برلين. من صار بعد وايد عود ومليون لين، شكله ما في احسن من هذا بيكون. لحظة
تسوي بالطريقة هاي. خلي يلف القطار تحت الجسور، خلينا نستغل الجسور شوي. شوفوا هذا يتوصل في السكة هاي، هذا روم اوصله بالطريقة هاي بيكون حلو. لا ما يستوي بس اوكي، وايد اوكي. احنا عندنا قطار يبنى لين نص الحديقة هاي اساس ما تستوي زحمة في القطارات. ايوه بنحط شيء هنا في الوسط، بنحط لنا شيء اساس هذا ابى اجيب، لان ابى اطلع من هذا الخط اللي جاي هني خط يتوصل في هذا. هاي الخطة الحالية الله اعلم بتضبط ما تضبط، ما اعرف اذا تضبط ولا لا، بس المفروض انها تضبط، المفروض انها عادي. ليش ابى اسوي هالحركة هاي؟ 12 قياسنا الستاندري، لا مش هني عادة، مش على الكهرباء دايركت، عقب الكهرباء. ايوه 12 فوق الشارع دايركت. الحين نستعمل هذا التول، ننزل على الارض ونمشي عند الشارع. ايوه نايس. خلينا نسوي بالطريقة هاي. على اساس شو نسوي؟ نجيب القطار، الناس اللي بيجون من هالمدينة ان شاء الله، ان شاء الله ما يبقق، ان شاء الله بقق ما يستوي، ما يسمح لي اسوي خط من هني لين هني مع انه في شارع، مع انه في شارع. كنت متمني اتمنى انه يسمح لي، لكن على ما يبدو ما راح يسمح لي. وانا ابغى يسمح لي كيف؟ والله اني مسطر. لحظة خلوني ارد اوصل هذا. لحظة لحظة الله ان التسطيل هذا، هذا هو ابو التسطيل. تعرفون شو التسطيل؟ ايوه تحت خط الكهرباء دايركت نايس. الحين قول تعال حاول وصل. ايوه وين بيروح هذا على اساس يرد؟ خيبه ليش؟ ما يقدر يسوي ترم هني؟ لا مو مشكلة، خط مردا عدلة. في هني مال كهرباء، خلنا نشله نيب الكهرباء. مشكلة هني نيب الكهرباء. ليش الخط شكله كسرة؟ هذا ما بيضبط معي المايل. ويت 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 هاي برن كريسمس، انا جبت العيد. ايوه الحين احس انه توصل. اوكي خلنا الحين ندخل في الخطوط، نشيل هذا، نصير هذا، نجيب هذا الشارع، نجيبه هني، بعد نفس الشيء، يبى يرجع طول الدرب ما أدري لوين، أقول
خليه ياخذ لفه حول العالم، مو مشكله بنضيف ثلاثه، خليه ياخذ لفه حول العالم، خليه يجيب النص، مش مشكله عادي عادي. بس المترو هني مهم، المترو هني وايد مهم. المترو ستيشن خلينا نحط هذا كيوت عند باب الحديقه الاساسي، بس ابى شوي مسافه. ايوه هني بعد ولا قبله؟ هني عندنا مسافه على اساس يروحون ويردون. راحة بنحطي واحد هذا الصوب من المدينة، واحد هذا الصوب من المدينة. سامحوني شليتكم من بيوتكم، خليه يمر من هني، خليه طول لفة شوي مو مشكلة. واحد يمر من هني ومترو في نص المدينة هني، هذا بنسوي له بس نقطة عشان نجيبهم من المدينة الحدائق. هاي الساكنين هني برايهم مو مشكلة، بس انا هايل بيكون في فنادق هني بيجيب العالم، بس هذا بيجيب العالم من هني لين هني لين هني وبير. ما اخذ لفة والله، حلو اختصر على عمر الدرب. هناك كان شوي ما ادري كيف الصراحة يعني يا بالعيد، خلنا نشوف بني بكهرباء مؤقتا عشان يشتغل بس. واه صح، ابا خط خارجي اللي هو من هني لين وين، اطلع خط من هني لهاي المدينة لين هني لين هاي المحطة، من هذا المكان الى هذا المكان، يعني يطلع من هني لين هني. اوكي بيلف ويرجع في نفس الخط، والله ما يحتاج. اوكي ها من خارج المدينة مترو، نبا مترو من برا عيب الناس اللي شو للحديقة عساس يكون عندنا زوار. نحن مو بيكون على طول عندنا شو ما عندنا زوار، لازم بيكون عندنا زوار حتى هذا بيشتغل. شو اوف 300 وشي ما في حيلة والله، بس والله حلو ترى هذا، شوف شكله جميل مش غلط ابدا 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 ابدا. انزين اكيد طبعا طبعا مكان نفس هذا ما في هاربر يا حبيبي، ها هاربر ماله لازم يكون جيج. سبيس اوكيبايد 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 كنا تكون نكست روتس. لحظة وين الروت ماله؟ لازم هني، لازم من هني، لازم من هني، مش مشكلة هذا مش قضيتنا يعني، أموره طيبة هذا، أموره طيبة. خلني من الوسط لين عند الحديقة، أسبب مد الحديقة عقب كهرباء، خلي يكون عنده كهرباء، خلي يجيب ناس مو مشكلة، أنا محتاج حد يجيب ناس الحين. هذا الهاربر كنت بسوي اكثر من واحد، بس على موقع الجزيره ما اقدر اسوي اكثر من واحد، انا شبه متاكد يعني. بس اللي نقدر نسويه خطوط بحريه ثانيه اللي هي بتكون هالصوب بين ولا هالصوب، لان هنا تشوف رمله. نزلنا لنا مستوى البحر نحن كم مره، فاظن سوالنا هاي المشكله هاي. انزين خلينا نكمل مشروع حديقه الحيوانات. لحظه انزين عقب شو عندنا؟ لحظه النهار استوى صح، خلنا نشوف وين الغزلان. اي والله هذيل غزلان محلان كيوتين. انزين نشوف ناس تنزل من المترو، او ياو ستة والله حلو. انزين يا حديقة حمزة وين صرتي؟ ايش اللي عقبه؟ انتلوب اظني، ها اكل النمل ولا شيء اسمه انتلوبس، حد يعرفه؟ وهذا انتلوب يكتب لي اياه. لازم الناس هني بتي ترى بتستانس بتبسط بتسولف، لازم تفكرون في الناس اللي تيكم هني. حلو بيكون وصلته، ونقدر نحطي هني كاختصار. ها شو زو بلازا، نايس. هذا رمح حطي هنا كسر للدنيا، بس مو مشكلة
الهدف من دوار توصيل. دام ان عندنا هذا فهو يخدم الهدف. هلا نحط لنا شيء حلو يعني. انزين شو عندنا نكست؟ اي شيء ثاني نحن لازم نجيب له زوار وناس، عرفتوا؟ هذا ما يزيد زوار بنسوي ابجريد ولا بنسوي تطوير حق هذا. بس الحين نبغى بكم فندق هني. بس لحظه، نبغى هوتيل. نكتب دبي، دبي فيها فنادق حلوه. انزين اول شيء بنحط له العنوان، فندق العنوان سبيس اوريدي اوكيبايد. لحظه، اكيد هم الكهرباء بالضبط. حط واحد هني، نشيل هذا من الوجود، من هني نحط ان شاء الله استي مكان عادي. ما قاعد استي مكان وايد عود الفندق، مع انه هاي عادي ممكن على البحر. هذا اي مكان من هاي اللي يركب انا بكون سعيد. سلوب تو ستيب هني. شو اوكيبايد بشو؟ زين خلنا نسوي لحظة، ويت ويت، أبغى يكون هذا واجهة المدينة هني. أوكي بسوي له شارع. طبعا فندق العنوان هذا أكيد لازم بالطريقة هاي. حلو، بجرب أحطيه الحين هني سلوب تو ستيب. أوكي هذا معناه شو بيستوي؟ بنسوي له أرض خاصة فيه. لازم يكون عندنا فندق مميز يا حبيبي. لا الوضع منتهي هنا. انزين بنحطيه بالطريقة هاي، واجهة المدينة فندق العنوان تحت بحر. هذا بيكون ممر مشاعل اغلب، والله اعلم. بتشوف كيف يمشي الموضوع ويانا يعني. خلينا نسوي بالطريقة هاي. زين بالطريقة هاي، ايوه. وخلنا ننعم الرملة اللي حوله شوي. لحظة، نعم الرملة هاي كلها يا حبيبي. شوفوا مكانه هذا كيف، في كهرباء؟ لا، خلنا نوصله بكهرباء حاليا 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 يا حبيبي. حرام هذا غير عنده هني باركنات فول. لحظة بسوي مباني باركنات اثنين. اوكي خلنا نسوي هذا هني، بني بمبنى الباركنات. والله صراحة فندق انا بالنسبة لي مشروع اكثر من ناجح كفندق. تبون صدق؟ اريد اوكيباي. لحظة اريد اوكيباي. شوف شو كهرباء، شو هاي كهرباء. انا الكهرباء بتلعوزني. سلوب تو ستيب، مو مشكلة قاعد فوقها شوي. نبغى شيء متوازي من الصوبين. لحظة لحظة سوري. ايوه تعال هني. بالضبط، انا ممد الشارع ونمد الشارع حق هذا ونمد الكهرباء لها. كهرباء اوكي وصلت نايس. زين ونعم المنطقة هاي بالذات. الحين نبغى شيء دخلنا فلوس، فالحدائق هاي ترى بتدخلنا فلوس صراحة. هاي له فيزيترز، له شو اسمه، له كل شيء، له ستاتكس. بس تعرفون شو رائع، قمة الروعة قمة الروعة. انا هني بحط عماير سكنيه. طب العماير السكنيه هني تكون الناس اللي ساكنه في المدينه تستفيد من هالخدمات. لازم الناس تستفيد من هالخدمات هاي. البحر مثل ما تعودنا قلت لكم، على الاغلب راح احوله لمنطقه حديقه بنسميه الشاطئ. زين، ولا الكورنيش هذا بيكون، بنعطيه اسم ثاني غير حمزه في مدينه حمزه بيكون. اوكي هاي هني بيوت. حلو، والصوب الثاني نبغى كم شركة. أنا خلي الشركات، لأن أشكال الشركات حلوة الصراحة كشكل حلو جنب هالعمارة هاي. بيكون كم عمارة بيكون وايد حلوين. شوف الباركنات اللي ينبه وهالسوالف بتعرفون قصدي. عندنا هذا بحد ذات، تشوف شكله محلا. هذا مترو عدل، هذا مترو عدل، هذا مترو طيب. شخبار بس فور فيزيتارز
ما عندنا غير. المهم قريب ليفل 2 اصلا، بنحط عليه شغلات ثانيه، بس لين نجهز الحديقه الثانيه. طبعا خلينا نجهز الحديقه الثانيه. الحديقه الثانيه راح تكون ملاهي، ملاهي ليفل 5 اوريدي. نحن نبى ناس، هذا مين جيت العود زين، وبنحط مش مين جيت صغير، لا السايد جيت هني ثلاثه نفس هذاك، بوزعهم بس حول هالشارع احس غلطه بيكون، خلاه هني احسن وايد. انزين نفس الحركه، بس هاي شوي شو بغير فيها، لا ما باشلك. انزين هاي بشله من هني، هذا بيجيب لين هني، خلينا نسوي بالطريقه هاي. الحديقه هاي اوريدي ليفل اب، اوريدي الليفل عندنا فول. في الوسط الحديقه بيكون هذا، لان مش هذا سوري وين صار، ما احنا براج ضخم والله، يبغى لنا براج ضخم في اللعبه يعني. اوكي حلو اللي سووه، لكن كان احلى لو كان عندنا شغله صدق كبيره من الخاطر. حطي هذا هني، بنحطي الهاون هذا هني، ابي احطي واحد هني واحد هني دخله، لا ما نبى، نبى نحط كوفيات هني وسوالف. لحظه خلنا نحط هذا كفي صح، سوفينير شوب هم احلى هدايا. واحد خلنا من الشارع، الشارع ما يكفي، نحط شوارع داخليه. لحظه نسوي الحديقة اوكي يكون فيها شوارع وايد، لان اعتبرها مماشي الناس بتستانس، فخلونا نوصلها شوي مماشي زيادة. انزين الحين خلينا نحط فيها المحلات، اللي هي انا اول شيء محل الهدايا، انا احس عند كل بوابة يكون منطقي جدا محل هدايا واحد. ما حطيت جدار على فكرة، ما حطيت اي جدار، لازم احط جدار. انزين والله يعزكم الحمامات، لازم يكون في وفره من الحمامات، ما نبغى عيال حسرانين ودنيا مصيبه يعني. عند كل بوابه تقريبا بعيد عن زحمه النص، بعيد شوي خليها على الزاويه، كل واحد يبي يروح الله يسكن الحمام يدخل في ابو الزحمه. ما فينا بيت الرعب، لازم شيء اساسي هني بيكون بيت رعب هني، وبيكون عندي هذا في الزاويه هني بعد، هذا على البوابه الرئيسية أكيد أكيد على البوابة الرئيسية. بس هذا مش عيب إنه مكان، لحظة خلني أحاول هذا لين هني من البوابة. مكان حلو إنه في وايد شير، الشجر هذا شيء جميل. أبا أحطي هذا، وين أحطي؟ أبا واحد ثاني ما أعرف ليش، بس أبا اثنين منه، لا هذا وايد عود. زين أحس إن عندنا نقص شوي في ال في الشغلات اللي ممكن نحطيها يعني، احس انه محتاجين تنويع اكثر، شغلات كتكوتيه اكثر نقدر نحطي. الحين شوف الحديقه اعرف شوي عشوائيه، بس مشكله يوم انا ارتبها ما احس تطلع بالجمال هذا، احس حالات الحديقه الواحد قاعد يدور فيها شو السالفه هني هناك، يغامر يستكشف ما يعرف شو السالفه. المفروض حدائق بهالشكل كلها، كل حد لازم يغامر. هذا اركيديا هال، وباختصار هاي الحديقة بشكل عام يعني. طبعا كله راح يتعرض الى شو، اعادة تأهيل كالعادة يعني، ما عندكم مشاكل، ما عندكم مشاكل. انزين الجدار مال الحديقة وينه؟ هذا الجدار مال الحديقة مثل ما قلنا لكم، بنسير من برا شوي حبة، مبرع برع المباني، برع المباني، بنبني هني كل هذا بنبني. ما ينفع نخلي المكان كله حديقة ومخربة بدار وهذا، نبي حوله أماكن. يمكن أبي أحط متر ثاني، يمكن أبي أحط شيء، يمكن زحمة تستوي في المستقبل هني، يمكن أبي أدخل خط قطار غصب، يمكن أبي أسوي شيء، ما اعرف الخطة المستقبلية، لكن الاحتياط على قولتهم واجب. اوكي
هاي الحديقة بشكل أساسي. هنسرع اللعبة حبة بس. زين، الحديقة بشكل أساسي شو محتاج عشان تلفل، عشان نفتح فيها عدد زوار. عدد زوار بيكون عندنا موجود تحتهم. مال تكاسي أنا بحطيه هني لأنه مزعج، شيء مزعج. مال التكاسي شيء مزعج، فبحط كم واحد هني يوفر خدمة التكاسي للمدينة، ونحطيه عند بيبان كل حديقة. واحد هني، وعندنا واحد يكون حلو لو يكون هني عند باب الحديقة هاي، واحد عند باب الحديقة هاي، واحد هني، وين الباب اللي هني؟ هذا هو، واحد هني. تكاسي الحين لازم نوزع على العالم، نبغى الناس تركب تكاسي. وتاكسي طبعا عند هذا المكان الطيب، اثنين بهذا الشكل. ونبى التكاسي تجيب الناس من هنا، فأكثر الناس بيستعملون التكاسي أظني خلهم يجون هنا أحسن، مركز المدينة. بس ما يحتاجون التكاسي داخل، إزعاج وايد، نحن وايد نسوي لهم إزعاج أصلا من فترة. أمسكوا ماي لاند فاليو، لو لاند فاليو مشكلة، بنحط عندك هذا آخر شغلات ليفل عالي. إنزين، خلنا نحط لنا لاند مارك. أنا كيف عندي مثلا أقولكم المكان هذا قوي والمكان زين ومكان كذا، وما عندي عمارة ولا شيء يخليه يشوف، وانا مدينة ترفيهية سوالف نفس هاي اللي هي تعتبر منطقية في الأماكن. شوفوا أوبزيربري، هاي رقم فيها الفضاء، وايد إضافة حلوة. ونبا مش إكسبو ولا أكواريوم، ساين سنتر لا، أكواريوم أوكي لأنه مكان ترفيهي. أكواريوم نقدر نحطيه وين؟ على البحر، يعني صوب البحر عند هذا، بنحط جنب حديقتين ثلاث. ممكن حطينا اوريدي موجود، بنحط الاكسبو عند منو؟ ذا ادرس، لان ذا ادرس يستاهل في نفسها صراحه. لحظه، نبغى مكان جميل، هني اجمل مكان. هذا بيرفع قيمه الارض بعد ترى بشكل حلو، يعني ما مش على الفاضي. انزين، طبعا المكان نفس هذا انت تتوقعون تحصلون فيه الملاعب على البحر، نفس هذا ملعب هني قدام الفندق نفسه. زين، حطي هذا اللي حطيه. لحظة، قدام الفندق نفسه هني في شارع، يكون لازم لازم شارع. زين، والنيب عنده اسم العالمية هاي يسمونها. زين، ملاعب سلة، ملاعب سلة حلوة، يبالهم ماي اكيد. ملاعب سلة حلوين هنا، نحط الدكاكين، بنحطي مع مشى، بنمشي تحت من تحت الشارع، يمكن ارفع شوية مشي الناس من تحته. بحط الخوارب هني شكلي. تعال انتو شو ناقصكم ماي؟ بنيب الناس من هنا. نبا الشيء الصعب اللي هو انا ممكن اوصل شارع مهني لهني دايركت ترى، على فكره يعني اذا استوى الزحمه هني وايد، واللي حاليا زحمه والله زحمه. لحظه، خلينا نحل موضوع الشارع هني. اخس، ما اقدر اسوي له ابجريد، مخرب علي الجسر، ما يستسوي له ابجريد. انزين، اذا سالفه بالطريقه هاي، خلنا نمسك هني الشارع، ست خطوط. لبلتو نايس، ست خطوط ونوصله في هذا المكان. لا لا لا، ما حد يوصل شيء. اوه، لحظة، هاي التوصيلة غلط. توصيلة غلط، عينينك. اوكي، بين الناس مهني بعد للمدينة.
والله هني لو احفرها اسوي مجرى مائي. ما اعرف، بس خلنا نزيد حمزة من حديقة حمزة بحيوانات زيادة. اشو بايزون والمقبرة. لحظة، ايوه شكل حديقة الحيوانات يبغالها مساحة أكبر ما أنا تخيلت. هذا من آخر إكسبانشن على فكرة، هذا شيء جديد كان في اللعبة من قريب، واللي هو اسمه والله نسيت، بارك لايف. أيوة اسمه بارك لايف الإكسبانشن. البايسون شو، خلنا نشوفه. أشو ثيران يعني، شكله ثيران صدقون، والله شكله ثيران. انزين مصارع ثيران بنسوي. وهذا شو، انسكت حشرات، اللي بيطالع حشرات حية، مش هوايتي انا يعني، لكن زينة. في حد يحب الحشرات اكيد؟ لا انا مش ما احب الحشرات، احب النحل وهالسوالف. اوكي بتشوفون ماكرو من على الانستغرام مالي. انزين الحين طبعا مكان هالحجم ما يبغى له باركنات، نعتبر انه في باركنات، بنحط الدكاكين هنا كلها. بس هالشارع ما بحط الدكاكين في شارع ثاني، حط الدكاكين هني، نزيد مستوى التجارة شوي خفيف، أساس الناس ترتاح شوي بعد. بنفس الوقت في مي، في مي هي، في مي هني، في مي. نزيد شوف الحديقة هاي، هاي ما بتطول، ما بتطول أبدا، شكلها على طول بتجيب زوار، لأن في حولها توصيلات، في حولها كذا، في حولها وايد أمور. بس لا تنسون الخدمات المعتادة اللي نحتاجها، أنا نسيتها ورتهم الصدق، لو تذكرتها. طيب لها مقبرة هني على الشارع العام مع سيمتوريوم، هذا كروماتوريوم شي اسمه هني. أبى أحطي لهم مستشفى هني، مستشفى أبى في المدينة أحسن. بيسوي لنا أزمة عالمية هالتصميم، أزمة خرافية بيسوي لنا. لحظة، هذا المستشفى كيف؟ عالمية ثانية، كل المستشفيات نفس الطريقة؟ إيه، لأن في هاي واي، لأن في شارع عام. شو بيستوي؟ حطي عيادات صغار، أحس عيادات صغار بيكون أحسن حق هذا المكان. إيه مكان بيكون زفت والله. حط عيادة حق اللي يمرض في طواري، ونحط له هني مستشفى، مستشفى هني ينفع بعد ما بيسكر المنطقة كامل. فشو بسوي مع انه مكلف هالطريقة، ترى وايد مكلف. بس اوكي الشرطة اظني نفس الموال بيكون، لا هالشرطة 200 200 امورهم طيبة. دفاع المدني 200 200، حطي واحد هني، واحد في المكان هذا قريب الحدائق. نبى كهرباء، حطينا كهرباء. هالمنطقة الترفيهية الحين ابغى شيء صعب، ما ظن بيركب بس بجرب. يستوي مكان للمطار، يستوي تصدقون؟ مطار قريب، ايوه يستوي. اذا بحطي المطار هني بعتبره مطار المدينة على الدرب، زين، لان مطار هني راح يسوي زحمة الهول مالها اخر اذا استوى مكانه. فشو بسوي، حطي المطار هني، مر على الشارع العام، لا مش مر على الشارع العام، خلنا نسوي اربع شوارع بالطريقة هاي، ونحط المطار هني. كهرباء يعني اصلا احنا نتينا من هالصوب، لا ما بحاتي وايد، بمد كهرباء من هذا المكان بعيد والله. اوكي ماي بمد من هني لين
هذا المكان يبالنا شيء ما زيادة. ليش؟ لأني راح أجيب هني مترو. أول شيء راح أجيب مترو مرة. والمترو موصول حبة هني. والمترو موصول حبة. هني. خط يروح لين هاي المدينة. اللي بين مدن ثانية. وخط بيروح لين هاي المدينة. خلنا نسوي اد فيهيكلز مزين. ونبى بعد باصات. باصات موجودة عندنا مو مشكلة. بنحط محطة باصات هني. بس اظني عندنا وايد باصات اصلا في كل الاحوال. فمفروض اني ما احاتي وايد. حطي باص من هني لين مركز المدينة. لين النص الحدا لين ال او يرجع. ونبى باصات من هني لين هني ترجع هذا الهيكل. ونبى باصات من هني لين هذا المكان وترجع هني. بالضبط يكون عندنا شبكة مواصلات جميلة يعني نتغطي الجزيرة بشكل طيب. أساس نحن بقى الحدائق تلفل. كيف بتلفل هالحدائق؟ وعندنا أماكن سياحية ثانية نفس هذا. عندنا الأكواريوم عندنا كذا عندنا وايد أمور. وهاي شغلات مفروض أنها تدخل فلوس على فكرة. هاي مش بس زينة. هاي الأمور بتدخل فلوس. أنا أقولكم هيكون عندنا فيها زوار فيها ناس رايحة رادة. خاصة عندنا مطار قريب. ما عندكم مشاكل. ما عندكم مشاكل. الناس بيكون عندها فلوس. شوفوا الناس تستعمل الشارع اوريدي. بس تعرفون شو؟ خلنا اول شيء نسرع الشارع هذا شوي لانه بطيء وايد. 60 خلينا نخلي 120. اوكي. خلنا شارع عام يعني. ما يتحصل الشارع خط بهالطول بالطريقة هاي. في شارع هني شو هذا اللي تحت؟ اظني هم المترو. اوكي. انزين 120 120 120 120. اوكي عشان شوي منطقي اكثر يروحون يردون عليه. والنبه هذا بس ما حد ياخذ يوتيرن. اخذت اليوتيرن هني خايسه. واحد اثنين ما توصل شو ثلاثة. واحد اثنين هذا مبونة سيدة خلاص. ثلاثة خلاص ما حد ياخذ يوتير هني. هذا اهم شيء عندي. وحتى هني ما بحد ياخذ اي يوتير. بغير هذا السيد هذا الشارع على اساس ياخذ سيدة. هذا اوكي هذا اصلا سيدة ممتاز. كانوا طالعين كلهم داشين. وهذا الشارع اوكي هذا هذا فيه يوتير. هاي خلينا نكنسل يوتير بس خلاص. 200 200 اللي يبى يلف مثلا يروح صوب ثاني. في عندنا وايد يوترنات هنا ما له داعي ياخذ الشارع العام. ما له داعي ابدا. وهاي زحمة على الشارع هذا. وين سايرين العالم الزحمة الكثر؟ هذا التقاطع مسوي زحمة ترى. شو بسوي؟ لحظة خلونا نخوز يمين شوي من هني نقول هاي ويلعود نصك ببقريد. نصك هني ببقريد حق اللي يدخل ما يوقف الزحمة كامل هذا الشارع. عساس اللي بيدخل لها الشارع هني يكون له شارع. وهاي اللي يطلعون لهم شارع. وحتى هايل خلنا نغير نقاطهم نمنعهم ياخذون كل السيدات. بس يدخلون يمين بعدين يتوزعون. بس خلاص خذوا يمين يتوزعوا بعدين. ما مالكم حاجة تسوون زحمة. بس مسمي الزحمة والله ما لها داعي. اشوف في حد ثاني بيلف يمين؟ لا. اوكي
شوف الزحمة كيف بتمشي الحين. اوكي اكيد بتكون احسن طبيعي. الحين شوي شوي الزحمة بتخف على اساس ان عدلنا الشارع، زحمة بتخف. بس حلو نشوف زحمة، ترى هذا معناه المدينة ناجحة يعني. مش شيء سيء ترى، مش شيء سيء ابدا. خلنا ندق هذا ابجريد تحت، وهذا ابجريد كذلك حق الطالعين. زين هني وين قاعد تستوي الزحمة؟ وين الشارع قاعد يوقف؟ لحظة، هني الشارع كم سيد؟ ثلاث سيدات. ليش الزحمة لين هني؟ لحظة، أيوة كلهم يبون يدقون يوتيرن صح؟ وكلهم معلقين هني. هاي مصيبة المصايب، ناس داشة ناس طالعة. اوكي اذا السالفة بالطريقة هاي خلنا نجرب ان هذيل ما يروحون هني. اوكي نسوي ديليت حق هذا ونخليهم من هني يخطفون بس هني، وهاي يقدرون يمشون هني. تحسون بيدعمون شوي، بس نجرب كذا طريقة ونشوف كيف شو اللي ينجح معانا، نطبقه على اساس ان نخف الزحمة شوي لانه وايد زحمة. الزحمة واصلة لآخر مدينة، واصلة للعاصمة الزحمة، بتوصل للعاصمة قريب يعني. زحمة واصلة عند مدينة حمزة يعني. هني في زحمة من شو؟ أوكي هني في لهم شارع خاص، خلاص الحين يدفوا منه، ما حد بيشتكي، أمورهم طيبة. هني زحمة قامت تخف هني، ها يلا عساها خفت. أنا خطر على ليش الحركة الغبية هاي اللي يسوونها. زين لو أجيب هذا ودق هني من قبل، أباهم يلفون، ما بيلفون عقب، أباهم يلفون من قبل. بتخف الزحمة، شوف يمسك بريك الكلب في نص الشارع. ما حد بيدخل هالمدينة؟ إيه ما حد، ما حد لحاجة هني، ما في سياحة. يا حبيبي على التقاطع، يا حبيبي هاي باله مخرج ثاني والله. الوضع تي مو بيقزر، الوضع تي مو بياكل عيش. اذا سوي له مخرج ثاني بعد فكرة يعني. لحظة خلنا نجرب اقدر اسوي له شيء يعني شكله زين ولا ما اقدر. اسوي 12 10 12 10. زين زين مشكلة، مش هي المشكلة. اقدر اجيب بوينت من هني؟ اي اقدر. انزل هذا الطريقة هاي هني، ندق هذا بقريد محترم، مش هذا سوري، ها بس على اساس يدخلون الشارع. شوف حد بيستعمل الشارع هذا، اذا حل المشكلة بخليه والله، اذا سوالي خف لي الزحمة اوكي ممتاز، بمنع احد يستعمل هالدرب هالشاحنات. خلنا نمنع الشاحنات لحظة، ممنوع شاحنات، ممنوع باصات. اوكي شاحنات باصات كله فوق. شوفوا ما يبون ياخذون التيرن اللي فوق صح؟ والله غصبا عنكم، وانتم طيبين وانتم محترمين وانتم محترمين اوي. ايوه خذوا هالدرب هذا، هني منعنا الباصات بس سيارات، بس يدخلون بعدهم. بس شوفوا الزحمه كيف قامت تتوزع. اوكي وايد زين، وايد زين. هني وين في زحمة قاعد تستوي؟ يخفون على اساس يدخلون. لا هني اوكي، هاي زحمة طبيعية، هاي زحمة طبيعية مو مشكلة. في زحمة هني بس، هاي بيحل هذا على الاغلب بس تمام. بيدخلون سيد الشارع وعقب بيدخلون مع العالم، امورهم طيبة. ما خف الزحمة اللي هني شوي،
بنزيد هاي الى الشارعين. تعال تعال انت هني، تعال انت هني، تعال انت هني. 200 200. انزين شو السالفة الحين؟ لحظة انا بقول لكم شو السالفة. السالفة ان هاي اللي استهبلوا علي يبالي افرض عليهم قانون. هذا هني وهذا هني وهذا. ها مشكلة، خليه يدخل الشارع، ما حد ياخذ الشارع ثاني. رود مسوي لهم شارعين على الفاضي يعني، لان هني راح صبر. خلنا نسوي هنا نكبر الشارع هذا. اوكي خلنا ناخذ شارعين لهم زياده على اساس نحل الزحمه شوي. دخل الناس دخل الناس دخل الناس، كلهم يبون سد سريع. ليش انا مانع عنهم شيء يعني ولا كيف؟ لحظة شو السالفة هنا؟ يمكن لأن هذا مايل. خلنا نعدل الشارع شوي، خلنا نعدل الشارع شوي. يخفون يمكن لأن شو اسمه مو بسيدة. وهني لا هني سيدة خلاص. هي في شيء هني يحولونهم، ما أعرف ليش. من شارع لشارع يعني. مشيت الزحمة هني نوعا ما. وين مشيت يا شيخ؟ ما في حد يبي ياخذ هالشارع هذا لسبب من الأسباب. بس هالجسر استوى وايد اوكي الحين، وايد زين، وايد زين. زين شو سالفة مدينة حمزة الترفيهية؟ ليش زعلانين؟ بارك اريا كذا اريا ويك ناين. في زوار بتلبل مع الوقت خلاص بيستوي ممتاز، ما عندكم مشكلة يعني. ممتاز. وهاي كانت مدينة حمزة الترفيهية. قولوا لي شو تبون، شو اضافاتها، شو هذا شو ذاك. نشوفكم في حلقة قادمة جديدة مع مدينة جديدة بتكون قريبة ان شاء الله. في مدينة جديدة بتي ولازم نسوي لها ابجريد اكيد حق محمد جمال. محمد جمال لا بعد صامت. لازم نسوي هني مدينة في الوسط، كم مدينة يمكن نسميها مدن شوي من نوع آخر يعني. شوفوا ما شاء الله استوى عندنا مجموعة مدن ضخمة 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 جدا 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 يعني، مش مدن عادية الصراحة. بعدنا ما اشتغلنا على كورنيش ماله، بس وايد الحلقة طولت. ما بطول الحلقة أكثر من هذا. مشكورين على المتابعة، مشكورين على الشير، على الدعم، على اللايك، على السبسكرايب. آخر فترة القناة مولعة كانت الصراحة. ثانك يو جميعا على الدعم الرائع، وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.